بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية مكلفا المجلس الأعلى للقوات المسلحة. عادل فاصل وعيد تاني. إدارة شؤون البلاد. والله الموفق والمستعان. سيادتي وسادتي، نقدم لحضراتكم الآن هذا البيان الهام من رئاسة الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. قرر الرئيس محمد حسني 15 ثانية تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. 10 كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة. 5 لإدارة شؤون البلاد. 2 1 او النبي الله سهتولي دلوقتي على طول يعمل كابي منه. احنا فوقها من كابي وتعالى. عشان انا عايز امشي يعني. ماشي بقى.